بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. من البرية بنتعلم قصص البرية خزانة روحية تصلح لنا في الطريق الروحي لكل إنسان. من قصص البرية الجميلة عن التلميذ اللي ذهب لمعلمه وقال له أنا عايزك تشرح لي المزامير علشان وأنا بصلي أبقى فاهمها. فقال له خلاص نبتدي. فابتدى ما يمكن أن نسميه الحصة الأولى، وابتدى يشرح وياه أول مزمور طوبى للرجل الذي لم يسلك، وابتدى يشرح له معنى هذه الآية الأولى في المزمور الأول. قال له طب كفاية كده عشان هبقى أجي مرة تانية تكمل لي شرح المزمور. معلمه افتكر أنه هيجي تاني يوم أو تالت يوم، لكن غاب حوالي 6 شهور ورجع. فبقى معلمه مستغرب قوي، فينك يا ابني؟ بقالك 6 شهور على آية واحدة خدناها في المزمور الأول. قال له آه، ما أنا جاي عشان أخد الحصة التانية. قال له الحصة التانية؟ إزاي يعني؟ قال له ما أنت علمتني معنى الآية الأولى، أنا ذكرتها وحفظتها وابتديت أطبقها في حياتي في كل يوم لغاية أن صارت جزء من الحياة اليومية بالنسبة لي، وبقت عادة في كل مفردات حياتي اليومية وأنا جاي أسمع الآية التانية عشان أتعلم. القصة دي بتعلمنا إزاي الإنسان يلهج في ناموس الرب نهارا وليلا، إزاي يتعلم وياخد ويطبق. مش المشكلة هي الكم، المشكلة هي الكيف. مش مشكلة إنك تحفظ الأعداد الكبيرة، لكن المشكلة إنك تعيش وتطبق في حياتك حتى لو كانت آية واحدة.